الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. بعد أن تحدثنا عن ما جرى على أبينا آدم عليه السلام ونزوله في الأرض، طبعا هذه الأسرة التي كانت تتكون من زوج وزوجهم آدم وحواء لازم يشكلوا عائلة حتى تكون البشرية، هذه إرادة الله عز وجل. فنزل إلى هذه الأرض إلى ساحة الامتحان وبلشوا شكلوا أسرة. كانت هذه الأسرة كما ينقل يعني في الروايات، كانت الأسرة تكون من يعني الأب والأم والأولاد اللي هما كما ينقل يعني قابيل وهابيل، وبعدين استمرت هذه العائلة أن تكبر. ولكن القرآن لم يشر إلى أسماء أولاد آدم، في الرواية مذكور هابيل وقابيل وكل واحد عنده أخوت أو ما عنده أخوت، هذه مسألة لست في مقام يعني ما تنفعنا الآن، سواء عرفنا اسمه ولا ما عرفنا. في التوراة أيضا مذكور، لكن ما مذكور قابيل وإنما مذكور قائين، ولهذا بعضهم يقول أنه القرآن غير صح، لأنه القرآن ذكر اسم قابيل بالعكس. يعني نقول القرآن ما ذكر أصلا اسم، لم يذكر. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، دائما القرآن ما يتدخل في التفاصيل حتى يخلي يشغل الإنسان فكرة، لا ينشغل بالأسماء بس، لا يأخذ الفكرة منها. مثلا يسألونك عن ذي القرنين، لم يقل القرآن الكريم من هو ذي القرنين، لم يقل ذلك. وهكذا كثير من الآيات الأخرى في قصة الأنبياء لم يذكر القرآن الكريم أسماء، وإذا ذكر اسم فإذن هناك فائدة وهناك حكمة. هنا لم يذكر الله عز وجل أسماءهم، لأنه ليس لنا شغل بأسماءهم. هذه القصة، قصة ولدي آدم عليه السلام، هي خلاصة للصراع الذي بدأ منذ بداية هذه الخليقة، لا أقول الخليقة كلها، لأنه نحن كما ذكرنا في أول أيام كان هناك قبلنا دورات بشرية، لكن كيف هم كانوا شكلهم لا ندري هذا، ولكن موجود الآن الذي العلم هكذا يؤكد. يعني على الأقل في هذه الدورة اللي نحن فيها كانت البداية قصة الصراع بين الشر وبين الخير، بين الحق وبين الباطل، وبين منطق القوة والعجرفة وبين قوة المنطق. هناك فرق، واحد يريد الأمور بالقوة، واحد لا، يأخذها بالحكمة والتوئدة، بين من يؤمن بالتعايش وبين من يؤمن بالإلغاء، يلغي الآخرين كما كان قابيل، أراد أن يلغي أخاه من ساحة الوجود. وهذه قصة حقيقية، ليس بعضهم قالوا هذا غير حقيقية وإنما القرآن ذكرها على سبيل الرمز، لا، قصة حقيقية. ولهذا الله عز وجل يقول اتلوا عليهم، يعني يا رسول الله أخبر قومك نبأ ابني آدم بالحق، هذا حق، لا يعني حق واضح لا مجال فيه. لماذا بالحق؟ يقولون أنه قصة ولدي آدم وقصة آدم عليه السلام وكثير من القصص الأخرى دخل فيها حق وباطل خلط يعني، وكلام غير منطقي وغير مقبول. مثلا في قصة ولدي آدم كان يقول بعض المفسرين أو المؤرخين الذين كتبوا، قالوا أن مثلا ابني آدم سبب صراعهم، وسأذكر إن شاء الله سبب صراعهم، لأنه واحد الله رزقه امرأة جنية والثاني امرأة حورية، فغار يعني واحد غار من الثاني وقتله، هذا مثل مذكور. والله عاقب قابيل أنه بكلام طويل لا قيمة له. مثلا من الأمور اللي تذكر وهي غير حق أنه هابيل كان عنده أغنام،
فقدم قربان كما استأتي الآية الكريمة تشير، فقدم قربان من أفضل ما عنده من أغنامه قدمه، ونزلت النار من السماء فتأخذ تأكل هذا يعني النذر. هذه علامة كانت حسب ما يقولون على قبول العمل، أو يعني هذا العمل اللي هو طاعة لله عز وجل تبارك. فقالوا أن هذا الكبش الذي قدمه هابيل الله خباه فترة طويلة 40 خريف إلى أن نزل صار إبراهيم، وصار قصة ابن إسماعيل، فالله نزل الكبش الأولي نفسه حتى يفدي به إسماعيل. طبعا بين إسماعيل وبين آدم عليه السلام يمكن مئات أو آلاف سنين. زين، هو أن تقول هنا 40 خريف يعني 40 سنة الله خباه، هذا كلام غير صحيح. ولهذا نجد أنه روايات كثيرة يسموها الإسرائيليات، هذه موجودة في الكتب مع الأسف، وبعض الناس يأخذ منها بدون ما يدقق. هذه قصة إذا تنفعنا في حياتنا، وهذا هو المهم، لست في مقام أنه أذكر ليش وتفاصيل أسماء. لا زال في أي نظرة سريعة تجد أن هناك فريقين، فريق يمتلك الطهر والصفاء والنقاء والنية الطيبة، وناس بصل يعني ثم نقول هذا إنسان طيب، وأناس خبثاء يحملون هذه الروح الشريرة يريدون القضاء على هذا الفريق. هذه خلاصة قصة قابيل وهابيل. هؤلاء الأشرار الذين لا يريدون الخير للطرف الثاني قد ارتكبت وقد اقترفت أياديهم الملطخة بالدماء عبر التاريخ، ارتكبت مآسي ومجازر، وقد صار من ذاك الفريق أيضا كواكب من الشهداء على أيدي هؤلاء، ولا زال إلى اليوم. هؤلاء المجموعة الشريرة اللي تمثل قابيل إلى اليوم نعم تقتل آلاف الناس، ويتجرعون أو يذهبون إلى الشهادة على أيدي هؤلاء الفئة المجرمة التي تريد الشر لهم. القرآن إذن ما ذكر كل تفاصيل، وإنما ذكر بعض اللقطات. يعني من هذه اللقطات القرآن الكريم ذكرها، ذكر قضية القربان، إذ قربا قربانا، هذه ندري فيها ما هو القربان، لم يذكر القرآن الكريم. ذكر قضية الخلاف بينهما بين الأخوين، هذه مهمة. ذكر أيضا مسألة القتل، أنه الأخ قتل أخاه كما يحدث اليوم، المسلم أخو المسلم فيقتل واحد يقتل الثاني نفس الشيء. وذكر مسألة الندم وليس التوبة، التفتوا أن قابيل لما قتل أخاه لم يتوب وإنما ندم. وأخيرا ذكر مسألة الدفن، أنه أول شيء الإنسان، أول جريمة صارت في هذه الأرض هو أنه أخ يقتل أخاه ثم يتحير كيف ماذا يصنع به يعني بجثته. فإذا يجي الله يبعث غراب يعلم الإنسان كيف يوالي سوءة أخيه، يعني الجثة يتعلم الإنسان من الغراب، وليس في هذا عيب، قد يكون الغراب معلم. هذه عبرة. طبعا هل أنه هذه النار تنزل تأكل الكذا والقربان، هل هو هذا صح أو لا، هذا غير معلوم الآن 100%. ولكن مذكور أنه في اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له في بعض الآيات، الذين قالوا إن الله عهد إلينا، اليهود كان يكلموا النبي في مجال المحاججة، إن الله عهد إلينا، الله تعالى أوصانا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قالوا حتى نؤمن بك يا رسول الله لازم نجيب لنا قربان وتنزل نار من السماء تشيله حتى نؤمن بك. طبعا النبي ما سوى هذا الشيء، هذا كلام يعني لم يوافقهم يؤيدهم عليه. يبدو أنه المسألة يمكن موجودة، أنه كان علامة قبول العمل يخلوه، فإذا نزلت عليه نار من السماء أخذته فهذه علامة قبول العمل. طبعا نحن نريد نقف كثيرا هنا، الخلاف لماذا؟ إخوة اثنين من بطن نعم أم واحدة أو أب، لماذا يختلفون؟ هذه مشكلة البشر الآن، لو على الأرض، لو على المصاري، لو على يمكن النسوان، لو على الأولاد يتخانوا بينهم وهكذا. فإذا أشياء من هالقبيل يعني
هل أن قابيل وهابيل اختلفوا على هذه؟ لا لا، وإن كان الرواية تقول هذا، قالوا أن الله عز وجل هكذا قالوا، قالوا أنه لما جاء آدم وحواء أول مرة ما كان عندهم يعني أسر، ما أول أسرة، فقالوا كانت تحمل حواء عليه السلام تحمل توأم، كل مرة يعني كل مرة تحمل توأم، فكل واحد عنده أخت، قابيل عنده توأم مع أخته يعني التوأم، وهابيل عنده أخت توأم معه، فهنا لما كبر صار هكذا يقولون، صار أنه الأخ يتزوج الأخت اللي هي متوأمة، يعني هابيل لازم يأخذ أخت من؟ قابيل التوأم اللي هي يسموها لوزة وقليمة، قليمة على كل حال أسماء تذكر بالكتب، هذا لا يهم. فما رضي قابيل، لم يقبل، لأنه كان أخته اللي معه التوأم أجمل من تلك. دخلنا في فيلم وفي دراما مصرية يمكن، فصار قصة سبب الصراع إذن علشان البنت هذه أحلى من تلك. هذا طبعا مذكور، ولعله معظم الروايات السنية تذهب إلى هذا. بعضهم يقول، طبعا عندنا أيضا روايات عند الشيعة موجود هذا الشيء، لا نريد أن نركز أنه صحيح هذا الشيء ولا مو صحيح، أنه يصير واحد يتزوج من أخته وما يصير، هذا معنى غير ثابت، ونحن ليس بيدنا التشريع، أنه يمكن الله تعالى يشرع شيء ويحرمه بعد ذلك، هذا قابل، وهناك روايات عند طرف السنة والشيعة تقول هذا، لكن نقول ليس على الله تعالى بمستبعد وصعب أنه يهيئ لهم نساء من أي، نحن قلنا هناك أجيال قبلنا جايين قبل البشرية هذه، ومن خلق لهم نساء من السماء جاءتهم، الله أعلم، لكن ما يقال أنه حورية، يعني بعض طيب شو ذنب الناس بعضهم نصم أولاد جنية ونصم أولاد حورية، اللي أمه جنية يقول طبعا مو ذنبي أنا، صحيح أمه جنية، ولهذا قالوا بالرواية تقول أنه اللي أمهم جنية طلعوا أشرار، واللي أمهم حورية طلعوا جميلين وأخلاقهم حلوة، ولان هذا هم غير مقبول، لأن الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله تعالى ما خلق الناس أنه خلى واحد في وضع بهالشكل بعدين يعاقبه ويقول له أنت أمك مثل جنية، فليس صعب على الله عز وجل أن يهيئ لهم، لكن مو هذا السبب، السبب أنه مشان النسوان، لا قال السبب في رواية عندنا موجودة أنه السبب الحقيقي أنه هابيل عليه السلام كان طيبا وكان مجدا وكان صالحا بعكس قابيل. قد يقول قائل طيب هذا هو طلع هيك، في ناس يقولون هذا الكلام، أنه واحد طلع الآن اثنين أو الأخوة من نفس الأم يعني والأب، واحد يطلع شرير واحد مؤذي واحد يطلع إنسان جدا طيب، يعني فواحد يقول هذا ليس ذنبه، لا هذا ذنبه. لماذا ذنبه؟ لأنه الله تعالى أودع عند الإنسان كل الناس قابليات، وأمرهم بأن يكدحوا ويجتهدوا حتى يطلعوا هالقابلية من داخلهم لبرا. نعم الآن الطالب كل الأطفال بإمكانهم يروحوا يدرسوا ويحصلوا على أعلى الدرجات، كل حتى غير الأذكياء إذا بذلوا جهد نعم يمكن يتعلم، لكن واحد كسول واحد مجد، هذا يصير دكتور، ذاك الثاني مثلا يصير شيء آخر مثلا. لماذا؟ لأنه لم يعني يبذل جهد. هابيل وقابيل الله خلقهم وعدهم قابليات، هذا كان وأراد يعني أراد أن يتعلم هابيل من أبيه، يسأل دائما معه وأبو نبي، فيأتي إليه ذاك لا مدير بال كان عنده كما يقولون كان عنده يزرع، كان عنده يعني صاحب زرع، وهابيل كان صاحب ماشية عنده أغنام، وما كان قبل شيء يعني مثل الآن، هو هذا الشغل موجود كان، فما كان يعني عنده همة عالية حتى يتنافس. الإنسان لما يشوف أخوه مثلا أعلى من عنده وصار يوصل، الشيء الطبيعي أنه يتنافس معه مو يحقد عليه. الآن كثير من الأخوة مع الأسف يعني موجود هذا، كثير من الأخوة يتعادون بينهم لأن واحد الله مكنه ماديا مثلا، الثاني ما عنده فيحقد عليه لما ليس له ذنب،
تعب ودرس واجتهد ووصل حصل مصاري. الثاني تعب لم يتعب. طيب هذا ما ذنبه؟ فإذا الله تعالى جعل لكل الناس فرص في أن يتطوروا. في ناس ما يدير بال يعني يقضي أوقات كل حياته بالفراغ يعني فراغ، وفي ناس تعبها ووصلوا يعني حتى نساء ورجال. الآن في النساء ما شاء الله تصل إلى أعلى درجات دراسات، بالدراسة بالجامعة بالحياة السياسية بالحياة الاجتماعية، وفي لا والله عادي يعني ولا شيء أصلا. فإذا هذه ما تقول إنه الله إسلام ظلمني والله كما بعض الناس يقولون دائما إسلام ظلم المرأة خلاها بالبيت جالسة وتطبخ. لا، الله لم يقل لا تعجزي بالبيت واطبخي، بس أدرسي. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. حتى الآن الدراسة حتى بالبيت تصير، بالبيت الآن الدراسة اليوم حتى بالبيت الواحد يتعلم، بالمطبخ يتعلم. كان في وحدة في لبنان امرأة كبيرة كانت كنت أروح في بعض الحالات، فكانت تقول لي أنه أنا كثير تعلمت من الكاسيت وأنا أطبخ. كان قبل ما كان السيدي وهذا، فكنت قبل أنا أطبخ وأشتغل يمكن ساعة ساعتين أخلي كاسيت المحاضرات هاي الموجودة، وتعلمت الكثير منها. تحكي بالدين يعني وأحاديث لأنه قليل يعني قليل، والإنسان فيه يتعلم في كل الحالات على كل حال. فإذا الخلاف ليس على النساء وليس على كذا، وإنما الخلاف أنه هذا رأى أن أخاه أرجح من وصل، صار يوصل هو ما عنده همة، فماذا يصنع؟ شايفين بعض اللاعبين بساحة الكرة، إذا واحد يطلع ياخذ الكرة من عنده يخلي رجله حتى يسقط ذاك، بدل ما هو يركض لا يخلي رجله حتى ذاك يروح يعرقل يعني. هذا نفس الشيء، هذه همة الناس الوضيعين الذي يفكر فقط بأن يصل ويحصل بدون تعب، هذه موجودة في كل زمن في كل مكان. نعم. فإذا حسد أخاه، هذه باختصار، حسد أخاه لماذا؟ لأن هابيل صار مؤهل للوصية. النبي آدم عليه السلام هو نبي، فلا بد يوصي إلى من بعده. من اللي مؤهل من أولاده؟ وكان هابيل، فهو ما كان يعجبه هذا الشيء. لماذا هذا يعني أبوه يعطي مثلا لهابيل وما يعطيني لي؟ صار الشيطان، طبعا صار خلاف بينهم، والقرآن يذكر أنه أمرهم آدم عليه السلام حتى ما يتدخل الأب في مشاكل بين الأولاد، لازم يصير طرف جدا خطأ كبير الأب أو الأم، يعني الأب اللي يفهم ما يأخذ طرف أي واحد من أولاده، يصير مع الابن مع الابن لا، يصير عن حياد دائما حتى ينطيهم مجال، يعطيهم فرصة العدالة بينهم، يعدل بينهم. فالأب هنا في الحالة لم يقل أنت هابيل صح وذاك خطأ، لم يقل هذا، في يقول هذا لكن لم يقل لأنه نبي. قال قربوا قربان، جربوا كل واحد يقدم ما عنده أفضل ما عنده. فقدم قابيل أسوأ ما عنده من حنطة، أسوأ شيء، وقدم هابيل أفضل ما عنده. وهذا شيء جميل، هذا درس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واحد عنده والله بد ملابس قوي صار 10 سنوات مثلا، جماعة كلهم يلا خلينا نطيهم للفورة، هذه ما بيها شيء يحرك النفس، بيها ثواب، لكن هذا ما يربي الإنسان. اللي يربي الإنسان يشيل أحسن طقم عنده ينطي. نعم، قد تقول ما حدا يعمل هذا، نعم يعملوه، كثير ناس يعملوه، أو مو لازم يعطي، عنده مشكلة مع أحد أشخاص ومحاكم طويلة عريضة، واحد هو وزوجته، واحد هو أخوه، واحد هو ابن عمه، محاكم طويلة عريضة. فلما يشوف أنه رضا الله عز وجل، أنه الله يرضى لما الإنسان يتنازل عن هذه الأموال في سبيل أن يحفظ الرحم. الرحم شيء مقدس في الإسلام، ما أقول مع الغريب، ويمكن الغريب خلاص يأخذ مجرى القانون، لكن واحد مع أخيه يقف علشان مثلا كم دولار أو كم قطعة أرض أو كذا. أحد الأشخاص يقول في يوم أحد التجار قرأت له قصة ابني آدم، فكان له على بعض يعني أرحامه مبلغ كبير، يقول فلما قرأت له الآيات قال لي أحقا هذه في القرآن؟ طاهر ما ملتزم ما مدين يعني، قال أحقا هذه في القرآن؟ قلت لي والله.
يقول فاتصل أمامي، اتصل بابن عمه أو قريبه، قال أنت كم تطلبني؟ قال أطلبك مثلا 100,000 دولار. قال هي لك، خذها لك، وأنا لست مستعد أن أقف معك في المحاكم وأنت ابن عمي أو رحمي وأقطع الرحم مشان هذا المبلغ، خذها. هكذا تفعل المواعظ. إحنا لما نقرأ هاي القصص حتى نطلع من رمضان عندنا فائدة، وإلا مو بس يعني قص قصة. السؤال إذن أنه كثير من الناس مع الأسف، هذا درس لنا كبير، كثير من الناس إذا شاف غيره وصلوا وشاف غيره توفقوا فيظن عليهم، يعني يحقد عليهم، يحسدهم، مرة يقبضهم يقول الله يرزقكم ويرزقنا إن شاء الله جميعا، هذا جيد، ولكن مرة يعني يتمنى زوال نعمتهم. هذا هو الحاسد. الحاسد من صفاته أنه لا يهدأ ولا يستقر إلا أن تزول نعمة الغير، مو حتى تجي نعمة الغير، يعني تجي مثلها، مثل عنده بيت يقول يا ربي أعطني بيت مثله، لا، ما يرتاح إلا ذاك النعمة تروح من عند الزول. وهذه من أخبث الصفات التي ورثها الإنسان والتي لا زالت متأصلة فيه مع الأسف. الإنسان لا بد أن يكون متنافس مع الآخرين، تنافس جيد، تنافس ليس فقط أنه يعني التنافس مهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن أن يمد عين على آخرين لا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. واحد يشوف واحد الله موفقه ورازقه فيدعو له بالخير، وهذا إذا يريد يعرف الإنسان أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، هذه من أفضل المقاييس. إذا واحد شعر شاف واحد الله موفقه وارتاح فليعلم أن هذه صفات أهل الجنة، وإذا بالعكس فليعلم أنه هذه من صفات أهل النار والعياذ بالله، فعليه أن يصلح هذا. ماذا قال له هابيل لما رأسا بس قال له لما قرب القربان والله تقبل طبعا قربان هابيل، رأسا قال لأقتلنك. هذه اللغة الآن يستعملها أكثر الناس الفارغين الفاشلين، بدل ما يروح يشتغل ويعمل وكذا، مجرد أنه أول كلمة القتل، ما في شيء غير القتل. زين، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط، ما بباسط يدي لأقتلك، أنا ما راح أفعل مثلك لأني ماذا أخاف الله. هذا الفرق، الذي يخاف الله يشعر بأن الدماء أعز وأقدس عند الله حتى من الكعبة، لأن تزول السماوات والأرض أهون على الله من زول من قتل أو من قطرة دم تسفك في حرام، قطرة واحدة. هذا اللي الآن دول هذا اللي يقتلون القتل باسم الدين وباسم الإسلام اليوم، هؤلاء يمكن هاي الأشياء يقرؤوها لكن لا تنفعهم. فلذلك جاء في بعض مع الأسف في بعض الروايات إخواننا الأستنة استدلوا بهذه، يعني أخذوها حجة ودليل أنه الإنسان طيب أي واحد يجي يريد يعتدي عليه قتله لازم يصير مثل هابيل يخضع له ويسلم، ويا ريت يا ريت في محلها مرة واحد مثل أخوه وقريبة مثلا يعني يتنازل عن بعض الأمور، طبعا مو يتنازل عن روحه لا، أنه الإسلام واجب عليه دافع عن نفسه الإنسان إلى آخر لحظة. فقالوا أنه هذه تدل على أنه في أيام الفتن، أيام الفتن الإنسان لازم أنه يكون جالس ببيته ما يشهر سيفه. قال روى عن نبي موسى الأشعري قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسروا نعم قسيكم، القوس يعني اللي يرمون فيه، كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم وألزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من بني آدم، يعني مثل هابيل إذا صار حرب وفتنة فأحسن شيء ما تروحون تحاربوا. طبعا هاي يا ريت طبقوها الآن يعني يا ريت، لكن لا هم تجيش. وروى عن سعد بن وقاص أنه قال أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس تكون فتنة فتنة، القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. قال فرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، يعني مسلم دخل إلى بيتي أراد أن يقتلني. قال طبعا هذا يقول الراوي سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن كابن آدم، كن كابن آدم. هذا كلام طبعا غير مقبول أبدا، هذا في بعض الحالات نعم يمكن، في بعض الحالات النبي لما بعث الإمام علي عليه السلام عمار بن ياسر والإمام الحسن الكوفة بعد في قبل وقعة الجمل بعثهم حتى يعبئوا الناس
يستنفروهم للقتال مع الإمام عليه السلام. إمام حق، وإذا على مقاييس الانتخابات انتخب الإمام والناس كلهم بايعوه، وخرج عليه إنسان وناس بغوا عليه، واضح. فالإمام طلب من الأمة النصرة، ومن حق الإمام على الأمة أن تنصره. بعث إلى الكوفة الإمام الحسن وعمار بن ياسر وصعد المنبر وخطبوا في الناس حتى يعبئوهم القتال. فقام موسى الأشعري يخذل الناس عن الإمام علي عليه السلام، قال لهم لا، هذه فتنة، وأنا سمعت النبي يقول لا، ما تطلعون مع في الفتنة، اجلسوا في بيوتكم. فقام عمار، هذا يبين لك الوعي اللي عند الإنسان، قام عمار وقال: أيها الناس، إن أبا موسى ينهاكم عن الشخوص إلى هاتين الجماعتين، ولعمري ما صدق فيما قال، وما رضي الله من عباده فيما ذكر. الله ما يقبل هيك، الله يقبل الإنسان يكون له حق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مو تجسد بيتك، هذا تطبيق خطأ. والله تعالى قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هو الفتنة أصلا جلوس البيت فتنة، اطلع حاربوا الباطل واقطعوا من الشرش، يعني من جذوره، حتى ما يبقى الباطل. أما أنه تجلس في البيت، هذا لا ينطبق في هذا المجال. فتطبيق قضية هابيل على المواقف هذه تطبيق خاطئ وغير صحيح، وهو تدليس على الناس، وهو من روايات الحكام الظلمة الجائرين اللي يريدون الناس أن يبقون في خانعين ساكتين. إذا ضربك الأمير وسلب أموالك وكذا، فاسمع واطع له. هذا كيفون عليه الأمراء، كيفون عليه، اسمع له واطع. بعدين بعد أن قتله، ونختصر، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طبعا هذه الكلمة جميلة، طوعت له، شوفوا طوعة، يعني تأتي من الطاعة، كأن في صراع بين نفس قابيل، في داخل نفس صراع بين الشهوة الحسد والغيرة وكذا، وبين ضميره. الإنسان عنده ضمير، فمن هنا يقول له هذا أخوه، ضميره يقول له هذا أخوك، وهذا كما يقول عضدك، هذا يعني أنت تتكئ به وتقوى به. ومن جهة أخرى يقول لا، أنا الآن هذا راح يصير بدالي، مثلا راح يصير هو بدل أبي، وبكرة أطفالي يجون يعيروني، ليش ما صرت أنت مثلا. الشيطان دخل على الخط وبدأ يحرك هذه النوازع، فكأنه هناك صراع. بعدين الصراع حسم، يقول فطوعت له نفسه، الضمير ما انتصار، طوع أهواء الشخصية، طوعت له نفسه، لكن هذه عملية أخذت وقت يعني مو رأسا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فإذا هاي الكلمة الجميلة طوعت، على قصرها تدل على أنه هذه العملية استمرت في فترة، لم يعني مو مرة واحدة. صراع الإنسان يعيش أحيانا في هذه الحالات الصعبة، إلى أن يقرر خلاص، بعد إذا ما عنده ضمير ومات الضمير، يقرر أنه يقوم بكل الجرائم، فأصبح من الخاسرين. أي خسارة أكبر من هذه؟ إنسان يقتل أخوه، وأول جريمة على الأرض. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن صادق عليه السلام قال: إن قابيل حين قتل أخاه ترك جثته في العراء، تركه هكذا حائرا لا يدري ما يفعل بها، فلم يمضي وقت حتى حملت الوحوش المفترسة عليه، شاف الوحوش جاية حتى تأكل أخاه، فاضطر إلى أن يحمله، يشيل على ظهره، يبدو حسب بوخز الضمير أنه هم قتله وهم يترك الوحوش، هذا منظر غير مقبول يعني. فحمله على ظهره متحيرا ماذا يصنع به، ما يعرف الدفن كيف يكون. ففي هالحالة بعث الله غرابا يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، جثة أخيه. هذه حالة طبيعية للإنسان، لما لأنه الذنب والجريمة ليست طبع الإنسان. الآن كل واحد يقتل ويجرم أول مرة مثلا، الله يجيرنا جميعا، يحس بوقص الضمير، يعني حتى لو بعد حين، حتى لو مكيف هو، لكن لما يرجع على بيته ولا فراشه يقول هذا اللي قتل الناس في هيروشيما. قبل فترة طلع كتاب اسمه هيروشيما في كل مكان، 2008 طلع، كاتب أمريكي يقول هذا اللي طيار اللي ضرب الناس في هيروشيما وقتل آلاف من الناس في لحظة واحدة، رجع إلى يعني لما رجع للبلد أراد يطوء أوسمة وكذا، رفضها حتى يشعر أنه هو لا يستحق هذا كله، على شو يطوء أوسمة؟ قتل الأبرياء وأفناهم في لحظات، وبقي يشعر بصراع نفسي، وكما يقول بعضهم أنه حتى وصل إلى حالة الجنون. هذه شيء طبيعي الإنسان لما يقوم بالجريمة، لكن بعض الناس
لكثرة ممارسة الجريمة تصير عنده عادية. المهم حفر، جاء الغراب وحفر، وهنا الدرس اللي تعلم الإنسان. شاف الغراب اثنين تقاتلن، واحد مات منهم، فحفر له وخباه تحت التراب، هو تعلم من عنده، اجى خبى هذا الإنسان. طبعا هذه نعمة من النعم الكبيرة اللي الله تعالى من بها علينا، انه الإنسان بعد ما يموت ينقبر. كيف نعمة؟ نعم، الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث هذا حقيقة الإنسان يعجب، يقول: امتن الله على ابن آدم بثلاث أشياء الله تعالى من على الإنسان بها. أول شيء بالريح بعد الروح. ما هي الريح؟ ريحة الإنسان تطلع بعد ما يموت. لو ما تطلع ريحته خلوه بالبيت، بعض الناس عنده أعزاء عليه ما مستعد يتخلى عنهم. تخرج الريح بعد قليل جدا، يعني بعد يمكن ساعة وشوية تطلع الريح، تغير ريح الإنسان، فيعجل ويستحب التعجيل في دفن الإنسان. هذا أول شيء، هذه منا من الله تعالى على الإنسان، لأن بعد الإنسان كريم، وما يصير الناس ياهل يجوا يخلي إيده على مثلا أنفه، هذا خلاف التكريم. ومن عليه، نعم، يقول: فلو لا أن الريح يقع بعد الروح ما دفن حميم حميما. فعلا صار بالتاريخ، هذا واحد من خلفاء بني أمية عنده وحدة جارية يعشقها، ماتت، بقيت إلى أن خرجت ريحتها، ما يقبل يدفنها، ما يقبل، يقبل بها خليفة المسلمين، صور، شايف؟ فلولا أن الريح يقع بعد الروح ما دفن حميم حميما. وبعد نعمة ثانية، وبالدود، بالدود في الجثة، فلولا أن الدود يقع في الجثة لاكتنزتها الملوك. لو ما في دود يخلوها الملوك في بعض المتاحف، لاكتنزتها الملوك وكنت وكانت خيرا لهم من الدراهم والدنانير. نعم، والنعمة الأخرى بالموت بعد الكبر. بعد ما يكبر الإنسان الله تعالى يكرمه بالموت. تقول: كيف يكرمه؟ لأنه يصل إلى درجة يمله حتى قريبه، ويمله حتى ابنه، وتمله حتى زوجته. هذه كارثة، يعني يريد بعض الناس يريد يشرب كأس ماء يشرب، يمكن يصيح، أنا شايف، يمكن بعض الله لا يورجينا إن شاء الله جميعا، بعض يصرخوا عليه بعد ما يمل يجزع يجيب له كأس الماء يشرب. هذا الموت مو أحسن له؟ هذه منا من الله عز وجل. ويا ريت الإنسان يتأمل بهذه الصور. نحن الآن الإنسان كم عندما العجرفة والتكبر، وأنا ولا يدري أنه بعد يومين ثلاثة هذا هو مصيره. طبعا ما أن تغادر الروح البدن، كما في الحديث أنه الإنسان تخرج ريحته، ما أن تغادر، بعد عوامل الإنسان تنهدم وسائل الدفاع عنده كلها، وتهجم نعمل الميكروبات عليه والبكتيريا عنده بالمليارات. الإنسان يقولون بعد ما إن يوضع في القبر الإنسان، تبدأ المناطق اللي كان يشتغل عليها، منطقة البطن وما حولها، المناطق الحساسة، أول شيء تبقى تتورم وتنتفخ وإلى آخره، ويتغير لونها، وكأن الله عز وجل يعطي الإنسان عبرة. الإنسان اللي كل حياته مهتم بهذين الأمرين، أول شيء ينتهون، وتهجم عليه هذه خمسة أيام، تسيل عيون الإنسان، تنتهي. بعد فترة تأتي إليه الديدان، اليرقات هاي تأتي إليه بالمليارات، وتبدأ تنهش بهذا البدن اللي كان يشتغل عليه ويعدل ومكياج وإلى آخره ومهتم به، وإذا به يسلمه إلى التراب. وفي هذا عبرة، ما بعدها عبرة. يا ريت الإنسان يعتبر، يا ريت الإنسان يقف ويفكر أنه إذا كان هذا مصيري أنا، إذا علامة. لا أقول واحد ما يبطل، يعني ما يرتب حاله، لكن مو كل حياته هو هذه، كل حياته يأكل ويشرب ويتجمل، مو معقولة. طيب جمال الروح وين؟ منسي، ما مشتغل عليه. يأتي في ذاك اليوم بعد أن نساه قريبه وزوجته وأبنائه كلهم نسوه، بهالوقت هو بحاجة إلى من لا ينساه، بهالوقت بحاجة إلى وجه ينفعه لا يغيب عنه، وهو وجه الله عز وجل، وجه الله الكريم. هذا الوجه اللي الإنسان لازم يسوي علاقة معه من الآن، مو بعد ما يموت، بعد ما يفيد، من الآن يسوي علاقة مع الله عز وجل، حتى من يكون في هالموقف هذا اللي يبكي. هذا الموقف يبكي الإنسان
ويبكي الصخر يمكن، ولكن الإنسان ما يحب يتفكر بهذه الصورة أبدا. بعد 6 شهور يقولون تنهشوا هذه الياقوت، سبحان الله تموت تنتهي، أظن هي تنتهي، يأكل بعضها بعضا، والذي يبقى منها في أنزيمات تقضي عليها، ينتهي يبقى هيكل عظمي. وبعد 25 سنة يقولون لا يبقى شيء من البدن كله، لا يبقى شيء من هذا الإنسان. فإذا هذه هي عبرة، ولهذا الله يعلمنا أنه الإنسان لما يدفن هذا الشيء من صالحه، ثم أماته فأقبره، هذه نعمة الله يمن على الإنسان بهذا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ممن يتعظ بهذه الآيات في هذه الليالي الكريمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ودعاء إن شاء الله 5 مرات الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم.